بعد قراءة واطلاع واسع كما أدعي اطلاع واسع أن على نظريات أصول الدين والنظريات الاجتماعية، ولكن النظريات الاجتماعية ليست بمستوى عميق، لكن أنا استفزتني عبارة مهمة لدوركايم وقال بأنه تكررت هذه العبارة أنه الدين هو ظاهرة اجتماعية. أنا بصراحة أعتقد العكس تماما، أعتقد أن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية، وسأبرر وسأوضح كيف. بالبداية راح ألخص الموضوع، أقول بأن الإنسان لم يبدأ بشكل منفرد، إنما بدأ كقطيع ضمن قطيع. هذا الإنسان الذي بدأ كقطيع ما زال كذلك. نتصور أو نتخيل كنا بأننا أفراد ومنتمي إلى جماعة، ولكن بالحقيقة ما زلنا نحن جماعات وننتمي لجماعات، وما زلنا نطمح إلى أن نكون أفراد حقيقيين بمعنى الكلمة. ولكن هل المقصود أن يكون الإنسان هو السوبرمان على الطريقة النيتشوية؟ الجواب يقول ربما، لكن السوبرمان مع نفسه وبنفسه وليس مع أي كان. نحن لسنا مجتمعات حقيقية، أنا أقصد كمجتمعات شرقية ما زلنا مجتمع، يعني بصفة أخرى غير المجتمعات، هذا مفهوم غربي ما عاد صالح لوصف حالنا. نحن في الواقع قوم أو ملة بتوصيف الفارابي، ولم نتجاوز هذا الحال كثيرا، لكننا نعيش حاليا في حالة إنسانية مشابهة ل يعني ممكن نقارنها مرحلة التيه الغربي بنهاية القرن التاسع عشر حينما أعلن نيتشه موت الإله. بدأ الإنسان الأوروبي يشعر بالضياع ويشعر بأنه السقف الذي كان يظلله بدأ يختفي عن حياته، وعليه أن يبحث عن سقف آخر يلتجئ إليه أو أرضية لا صح التسمية يلتجئ إليها ويشعر بالاستقرار. أقول بالأديان الشمولية التوحيدية المجتمع كان ظاهرة دينية، وخاصة في العصور الوسطى كانت هناك ممالك وقطاعيات تحكم وكلها تحكم بإرادة إلهية. قبل هذه المجتمعات ما كان هناك مجتمعات، كانت الجماعة هي ظاهرة دينية مباشرة. بالعصر الحالي ممكن نقول أنه الدين أصبح ظاهرة اجتماعية، لكن أين في المجتمعات الحديثة والمعاصرة؟ وهذا اللي يسمها بعد ذلك بنشوء دولة أو الدولة الحديثة. حتى أختصر الموضوع بأكمله، الدين هو الكلمة المرادفة لكلمة قطيع، وتحديدا قطيع الحيوانية لا أكثر ولا أقل. بالضبط هي هذا المعنى الحقيقي أو المرادف أو الخفي لكلمة دين. والدين أيضا ورجال الدين دائما أو الأدبيات أو سرديات الدين الرئيسية دائما توحي بهذا الموضوع من خلال حظيرة الدين الراعي والرعية، وهي عبارات حيوانية، والتدجين والترويض والتهذيب النفس وما إلى ذلك، كلها عبارات علاقة. راح أوضح الموضوع لاحقا ما هو الدين كجوهر. أنا قلت أنه الدين هو الكلمة المرادفة لكلمة قطيع، وهذا القطيع هو رحم يتحرك في إطار الطبيعة، وبما يناظر رحم الأم البيولوجي فيما تندرج مستويات التطور. هذا القطيع من الاقتصار على الطقوس تمارس بشكل بدائي وارتباطي إلى يعني عقائد دينية معقدة، هاي تتحكم بشؤون القطيع، ويعني هي هاي تحدد قدر ما تستطيع قيم القطيع وعاداته وممارساته. السؤال ما هي أكبر حاجات هذا القطيع؟ يعني أنا برأيي أنه هذا القطيع حاجات الرئيسية دائما أنه يواصل الرضاعة من ثدي هذا القطيع الافتراضي اللي هو الموجود في رحم الطبيعة أو في فضاء الطبيعة، وليس في فضاء رحم الأم البيولوجي العادي. لأنه عندما ينضج احنا الإنسان عندما ينضج ويخرج من رحم الأم ويعيش داخل القطيع أو الجماعة أو الكنيس وأسس اسميات كثيرة، هذا يحتاج إلى مشيمة جديدة، يحتاج إلى شيء يغذيه،
ويقيم عودة الروحي أو الثقافي أو المعنوي أو القيمي، هذا ما مستحيل ما يحصل عليه لوحده. وهذا هو اللي راح يأسس هذا الإنسان ويخلي دائما يشعر بالحاجة لأن ينتمي لهذا القطيع ويدافع عنه وحتى بروحه. الآن عرفنا ما هو الدين، من هو الله أيضا، الله أو لماذا اخترعناه. أنا أقول أن الله هو عبارة عن رمز، هو راية القطيع، هو علم الرمزي، هو ممكن أن يكون كلمة على شكل هذا الرمزية ما تكون على شكل كلمة أو تكون على شكل صنم أو تكون على شكل طوطم أو تكون على شكل قيمة يعني داخلية داخل الإنسان بطريقة أو بأخرى، ولكن هاي القيمة يعني مرتبطة بالقيمة العامة لجماعة أو القطيع بأكمله. المحاضرة راح أتفصل بها الآن. الإنسان يولد وبعد دقائق من ولادته يتم تحديد اسمه ودينه وعائلته وقومته. هذا الإنسان راح يقضي عمره بأكمله يدافع عن صفات ومزايا هو ما كان مسؤول عنها. هذا الفهم طبعا يعني هو شائع جدا جدا شائع بحثيا بالبحوث وبالعلوم المعرفية حتى الدين نفسه. الطفل كان فرد وأصبح مرغم على الانضمام لقومه. رأينا هذا التصور كان هو السبب في كثير من المشاكل اللي تواجهنا سواء على مستوى الحياة الفعلية أو على مستوى التحليل والفهم المعرفي. في الحقيقة برأيي أنه الطفل المولود أو كل إنسان بالتالي هو ليس لا يولد كفرد مستقل جديد، إنما يولد كعضو جديد في جماعة أو قطيع. هكذا يولد الإنسان. الإنسان يولد هو ضمن قطيع ولا يولد كفرد ولا يعني كيف؟ ما ممكن إنه الإنسان يولد من اللحظة الأولى هو فرد. أنا أشوفها مسألة بها مبالغة وبها نوع من التكلف أو الاستباق للواقع. أنت تحلم أن يكون هذا الإنسان عندما يولد يصل إلى مستوى الفرد، ولكنه بالحقيقة لا يمكن من اللحظة الأولى يكون فرد. أنت ممكن تقول أنه راح يصير فرد لكن من اللحظة الأولى هو فرد، لا، هذا شيء مختلف. هنالك نظريات حول أصل الدين وما ذلك، منها نظرية إلياد. راح أستعرض نظريات أصل الدين وما إلى ذلك لأنه له علاقة بالموضوع. يقول مثلاً إلياد ميرسي، إلياد شخص مشهور جداً وهو شخص يميني نوعاً ما، كان معروف في وقته، روماني وعاش في أمريكا ودرس هناك. قال بأنه رفض فكرة اختزال الدين وجعل إنه مسائل تحليل الدين عن طريق ظواهر أخرى يعني مثل الثقافة والاقتصاد والمجتمع إلى آخره. هو دائما يصر على أن هناك عناصر جوهرية في الدين لا يمكن اختزالها، وهي عناصر أساسية. هذا طبعا أنا ما أعترض عليه كثيرا، لكن ليس بطريقته أنه يؤمن بوجود هناك كيان حقيقي بالفعل داخل الدين أو هو قائم بذاته يعني خاص بالدين فقط ومو شيء آخر. وهذا الكيان الداخلي أو الجوهر هذا يتعرضون الناس عبر التجربة الدينية الجزئية أو العامة بشكل عام. أنا رأيي إن لا، القضية مو بالدين، قضية أن هناك حاجة تثبيتية داخل الإنسان، أنا أسميها مفهوم التثبيت أو المثبت. ودائما أطرح هذا الموضوع وبعدني ما أكمل يعني الفرضية أو النظرية اللي أطرحها حول هذه القضية. أنا أقول أن هناك حاجة تثبيتية داخل الإنسان هي اللي تدفع للإيمان بوجود شيء ما لكي يجعل منه نقطة انطلاق وتوجيه. الإنسان أنا أشوف أنه كل إنسان وكل كائن حي بحاجة دائما لنقطة مرجعية ريفرنس أو فيرتشوال، نقطة مرجعية أو افتراضية. هاي النقطة يقيم عليها دائما أي موقف أو فكرة أو فعل يشاء أو يرغب بالقيام به. من خلال هذه لا يستطيع أن يقارن ولا يستطيع أن يماثل ويعارض ويقيس من خلالها كل شيء. بدون هذا الإنسان يفقد اتجاهاته ويفقد قدرته على فهم أي شيء، وبالتالي استنتاج واستنباط
واستخلاص أي معلومة أو أي فكرة أو أي موقف من أي شيء. فرويد عنده موقف آخر. فرويد اعتبر أن الظاهرة الدينية يرجع أصلها لعقدة أوديب، وغايتها هاي الظاهرة قتل الأب والاستئثار بالأم، لأنه من نوع ما الأب يعني يشارك الأم، ويعني يعتبر أنه غيرة بين الطفل والأب من أبيه، ويعتبر أنه الأب هو سيستولي على أمه، وهذا صارت عقدة الأب. هذا يؤدي يعني دائما الطفل يرغب ب يعتقد أنه بسبب هاي العقدة أنه الطفل يرغب بقتل الأب، وهاي العقدة راح تؤدي بعد ذلك بنتيجة عنده، وحصلت فعلا في لحظة ما بالتاريخ، وأدت لهذا الطفل أو الرجل بعد ذلك البالغ الذي قتل أبيه لأن يشعر بالذنب، أو الأولاد الذي أولاد هذا الأب يشعرون بالذنب، مما يقود هؤلاء الأولاد أو الأبناء إلى التضحية من أجل غفران خطاياهم. وبالتالي أيضا يعني الغفران وتقديم القرابين هي تعبير عن رفض كل المكاسب التي حصلت لديهم من بفعل هذه الجريمة. بالتالي هذا كله يقول رسخ بذهن البشرية وأصبح شيء أساسي. هو اللي أدى بعد ذلك لاختراع الله، وحط بهالة من التقديس، لأنه هو الأب نفسه اللي يقتل، وتحول إلى صيغة افتراضية أو خيالية أو تسميها أخروية غيبية. يقول ابن أذكر يقول ابن الشيخ يقول أنا مصر على أن جميع الظواهر الدينية شبيهة بالأعراض العصابية، وراح أذكر النص اللي حتى المرجعية مع هذا النص، وأنها دائما هذه الظاهرة العصابية تنتسب إلى لتاريخ البشر البدائي. أنا أشوف هاي فكرة سخيفة صراحة، ولو هو فرويد على عين رأسي، لكن أنا أشوفها فكرة سخيفة برأيي، وغايتها واضحة يعني فرويديا واضحة. هو رجل كان مشغول يعني بالموضوع التحليل النفسي، كان يأسس علم جديد وبرانش جديد يعني وغايته من يعني يخترع أسطورة تبرر مشروع خاص بالتحليل النفسي، وهي يعني كما معروف أي شخص له علاقة بالعلم يرى أن هاي نظريات فرويد لا علاقة لها بالعلم، هي عبارة عن أسطورة يعني أو قصة ألفها فرويد، وبازالت فرضية ويحاول الجميع أن يثبتون وجودها، وأكو آلاف الاعتراضات والكتب اللي طلعت ضدها. مشكلة فرويد وين هنا؟ أنه ينطلق من الفرد الإنساني أيضا، هذا اللي يهمني بالموضوع، ومن خلال هذا الفرد يفهم كل الأشياء الأخرى. وأنا أشوف أنه هذا خطأ هائل جدا. المفارقة وين؟ أنه ما فعله فرويد كان خطأ مطلوب سياسيا ودينيا بل وحتى فرديا، فهو بهذا التوجه يغض النظر عن الفكرة أو عن حقيقة القطيع البشري اللي يفرض حضوره في جميع تفاصيل واقعنا وحياتنا اليومية، وحتى وعينا وحتى لا وعينا على طريقه. هو هاي الفكرة يعني انتمائنا القطيع هو الأساس، وليس انتمائنا أو حضور الفرد أمام أنفسنا. أنا نعتقد بأنه إحنا يعني نتخلى عن أنفسنا لصالح الدين أو الجماعة، لا، بالحقيقة إحنا نحاول أن نخرج من الجماعة ونستعيد أنفسنا، نحاول أن نحرر الإنسان، نحاول أن يحرر نفسه من سلطة الجماعة، لأنه هو يشعر بوجود شيء كبير داخله، هو أكبر من أن يكون جزء من قطيع. الأمر عكس هذا، نحن لسنا بحاجة إلى أن يعني نتحرر من القطيع، إنما أن نحرر القطيع من داخلنا، أي بالمقلوب حتى أوصل الفكرة. إحنا دائما نقول بأنه إحنا ملتج يعني إنسان خاضع لشروط الواقع وشروط الجماعة والمجتمع والسلطة اللي تحاول تهيمن عليه، وهو بالحقيقة هو إنسان حر، والمجتمع وكل شيء حوله يحاول يسلط عليه ويهيمن عليه. لا، بالحقيقة مو هيك، الحقيقة مو هكذا في رأيي، وأعتقد إذا قلبنا هاي الحالة راح نفتهم ونعالج كثير من الإشكالات الغامضة ما زالت في حياتنا وفي جميع مجالات الفكر والوعي والتفكر. اللي يحصل هو بالعكس،
انه احنا اصلا جزء من القطيع، نحن يعني قطعه واحده من القطيع ومتشكلين مع هذا القطيع. اللي علينا انه مو احنا مو نتحرر منه، يعني مو انه احنا مستعبدين حتى نحرر نفسنا، قصدي مو احنا احرار وتم استعبادنا، لا احنا مستعبدين اصلا، وولدنا وعشنا ومارسنا حياتنا باكملها كمستعبدين وجزء من القطيع، ونعمل لصالح القطيع. وهذا كما يثبت الواقع، أغلبية البشر هم يعني يرفضون محافظين، يعني نزع المحافظة من أين أتت؟ بسبب هاي الحقيقة، الحقيقة بأنه احنا جزء من القطيع، ولا نشعر، لا نشعر بقيمة أو لا نشعر بوجودنا وذاتنا إلا بوجود قطيع. وسأوضح هذا لاحقا بكثير من التفاصيل. فرويد هاي نظريته حلت كثير من المشاكل، السبب اشتهرت وانتشرت رغم انها لم تكن رصينة علميا، واعتقد السبب لانها هي تجلد ظهر الافراد ولا تتعرض للخطيئة، لان هي اهتمامها كان تشتغل على الافراد، كأنما هو نفس هاي ظاهرة التنمية البشرية المعاصرة اللي نعيش في هاي اللحظة، انه دائما يقول لك انه الانسان يجب ان يطور نفسه وذاته و أن ينتبه على أخطاء أو يعالج أخطاء، أو إنسان داخل إرادة قوية ممكن أن يكون ناجح وعظيم، وهذا كله جميل، يعني ما بيه شيء، شو المشكلة؟ لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأنه هو يغفل أو يغض النظر عن الدور ومسؤولية الجهات الحكومية أو قادة القطيع. قادة قطيع طلعوا غير مذنبين، المشكلة بهذا الفرد انه ما فاشل، انه جاهل، انه ما جاي يطور نفسه، فعلي ان يطور نفسه بدلا من ان يطالب الكبار ان يحاسبون انفسهم ويكونوا هم المسؤولين عن رعاية وحفظ حقوق وشؤون هذا الفرد. لا يقول لا، الفرد هو المسؤول، هو المشكلة مالته. فنفس العملية كان فرويد في ذلك الزمن، بغض النظر عن الرجل، ما أتحدث عن الرجل، أتحدث عن واحدة من أسباب نجاح نظريات فرويد. أما دوركايم، وأيضا هو يهودي فرنسي وذاك نمساوي أو ألماني، دوركايم شو يسوي؟ هو وضع العرب أمام الحصان، ووصل إلى نتيجة بأنه أفعال الإنسان المتدين اللي يعبر من خلالها عن عقيدته سواء في تعبده الظاهر أو مشاعر الباطنية، إنما هي أفعال اجتماعية في أصلها وطبيعتها. هاي موجودة بالكتاب اللي عندي هنا، هذا الأشكال الأولية، هذا الكتاب الأشكال الأولية للحياة الدينية. فيقول إذا كان الدين منشأ جميع ما هو جوهري في المجتمع، فمرد ذلك إلا أن المجتمع هو روح الدين. أنا الأصح وفقاً لي، وفقاً ما توصلت به يعني الآن مع نفسي، أنا أشوف أنه هو العكس، أي أن الدين هو روح المجتمع. هنا أنا أشوف أنه دوركايم هو كان ضحية زمنه وضحية مشروع الاجتماعي، مثل ما كان فرويد ضحية مشروع النفسي أو السيكولوجي، دوركايم كان ضحية مشروع السوسيولوجي. فهو أيضا لا يستطيع الخروج من نسق الواقع أو طموحه، هو أيضا ولي الزمن اللي خارج من حظيرة الدين وحظيرة غياب الأب أو قتل الأب على طريقة أو موت الإله على طريقة نيتشه، نفس الزمن هو تقريبا، فهم خارجين من هذا الجو، وكلهم بدأوا واحد يأسس موضوع السوسيولوجيا من دوركايم وقبل أوغست كونت، وإجا فرويد أيضا أسس البسايكولوجيا، فاثنينهم مشغولين بهاي المسألة، فهذا مشغول بالمجتمع وهذا مشغول بالفرد، هذا التهى بالفرد ونسى المجتمع، وهذا اشتغل بالمجتمع ورجع للفرد. والحقيقة هي المسألة هي قطيعية، حتى أنا أوضح أكثرها. يقول بأنه المجتمع يعيد إنتاج ذاته عبر الدين والطقوس الجماعية. رأيي أنا أيضا المشكلة هنا أيضا بعدم وضوح الرؤية للظاهرة على حقيقتها، والأمر يكمن في
الكلمة المصطلح اللي نطلقها على هاي الظاهرة وهي الدين، فهاي الكلمة هي اللي تطفي على الظاهرة ما ليس بها، ما ليس فيها بالضرورة. السبب أين؟ السبب هو عدم قدرتنا على الفصل بين فكرة الدين اللي احنا نشأنا عليها والدين الذي ندرسه. الظاهرة الدينية لدى جماعة ما ليست نفسها بجماعة أخرى. الدين كمفهوم يبدو يعني العين البشرية كما ممكن أقول مثل ما يبدو الإلكترون في مبدأ اللادق الهايزنبرغ، يعني عندما تمسك الإلكترون تحصل موجة، عندما تمسك الموجة يطلع لك إلكترون. فهو الدين نفس الشيء لا تستطيع أن تمسكه كمفهوم. فكما قلت فهو عندما نتحدث عنه يصبح دين، ولما نتركه يصبح شيء آخر. وهذا الحال نفسه ينطبق على مفهوم الإله أيضا. هذا وين يودي أدبينا؟ أدبينا بالضرورة أن يكون هناك نوعان من العلوم. الأول علم الأديان كبديل عن علم الاجتماع فيما يتعلق بشعوب ما قبل الحداثة، والثاني علم الاجتماع فيما يتعلق بالمجتمعات الحديثة وما بعدها. دوركايم خلط بين الأمرين بشكل مرتبك وخلف وراء كثير من المآزق والمشكلات العويصة. طبعا أنا لا أدعي الخبرة بموضوع العلم الاجتماعي، هذا مسألة ضخمة جدا وآلاف يشتغلون بها الباحثين والكليات والجامعات، أنا لست في مستوى هذا بأي شكل من الأشكال، لكن أنا مجرد أتحدث بالمنطلقات والأسس اللي واصلتني اللي افتهمتها من بعيد لبعيد فقط. فهو يفترض دوركايم أن الاجتماعي أولوية على الديني وليس العكس كما قلت. لكن ما هو الفرق بينهما؟ يعني ما هو الفرق بين الدين والاجتماعي؟ ولماذا أنا صرخ إنه للديني الأولوية على الاجتماعي؟ جواب ببساطة هو أن البشرية كانت تجتمع ليس من أجل أن تكون مجتمع، بل من أجل أن تكون قطيع. هاي ببساطة يعني. زين، وإذا نسأل واحد يسأل يقول ما الفرق بين المجتمع والقطيع؟ أنا أقول مشروع الأول أن الأول هو مشروع تطور، العلاقة بالتطور، أما الثاني القطيع فهو حقيقة بيولوجية. هذا هو الفرق. إحنا القطيع ما زال يعني معنى من معاني، إحنا ما زلنا كائنات في طور التطور، ما زلنا لم نصل مرحلة يعني عندما نشاهد الإنسان وجرائمه ومشاكله وخلافاته وعقده وحروبه وجنونه نكتشف بأنه إحنا ما زلنا ناس، وحتى أغلبية البشر ما زالوا في مستوى معرفي بسيط ويرفضون حتى التفكير، يرفضون استخدام قدراتهم. نسبة كبيرة من الناس هو يريد يقول لك أنا خلينا أبقى قطيع، من قطيع أما خلينا من ضمن الدين، أنخرج من الدين، أؤمن بالدين، أؤمن بقطيع، أؤمن بجماعة، أؤمن بكنيسة، أؤمن أي شيء، أؤمن بالطقس وأنخرط به وأنسى نفسي. كلها علامات على أن ما زلنا قطعان بنسبة كبيرة من أدنى. وهذا حتى لا يقول أحد إساءة، لا أنا أتحدث بطريقة علمية أو طريقة فكرة، ربما أنا غلطان، الواحد يقول غلطان ما بيها مشكلة، يا ريت أطلع غلطان ما عندي مشكلة. أما حول نظريات تفسير الدين فأنا أقول بأنه هي أغلبها يعني تفسر الدين على أنه ردة فعل إنسانية على ظاهرة خارجية، أما ظاهرة خارجية طبيعية أو غيبية يعني مخيفة أو حليفة مثل ما يقول فرويد. بعضها يقول بأنه الدين هو يشبه البنية العقلية الموروثة أو الأفكار القبلية مثل إلياد وجون هيك أيضا صاحب التعددية الدينية وحتى إيمانويل كانت، لكن إيمانويل كانت يقول بطريقة غير مباشرة. دوركايم يقول أيضا أنه جوهر الديانات هو تقسيم العالم إلى قسمين، هو دنيوي ومقدس، وأنا أشوف هذا مو كافي. لماذا نقسم العالم؟ وما الذي يدفعنا حتى نفرز المقدس ونحدد مواصفاته وحالاته ومواقعه وشروطه بعشرات أو حتى آلاف الأشكال أحيانا؟ أنا أقول أن جوهر الديانات مو ليس بتقسيم العالم، إنما استحالة عدم تقسيمنا للعالم. يعني التقسيم لا بأس، أنا ما عندي مشكلة، لكن
انه مو على الديانات قسم العالم، انه احنا ما نقدر ما نقسم العالم. وهذا فرق كبير، انه انت اكو امكانيه للتقسيم، ان مساله عدم التقسيم هي مو مساله اراديه، مساله لا اراديه، ما نقدر يعني ما نسويها. وهذا هو اللي يجعل الديانات معناها الاصطلاح العام تعبير عن ظاهره انسانيه وليس مجرد ظاهره اجتماعيه مثل ما يشوف دوركايم، بل ان المجتمع نفسه كما قلت هو ظاهره دينيه وليس العكس. دوركايم كان متحيز كما قلت للعلم الجديد اللي هو من اكبر مؤسسين بالضروره، يعني رجل يخترب، لكن هذا لا ينفي الرجل اللي هو من العمالقه يعني الكبار. انا حتى نقدي الى يعني احاول اكون يعني احاول اطلع لي شيء من عنده لا اكثر، واعتذر يعني، بس انا هاي فكرتي واتمنى اطلع غلطان او مستعجل او غير دقيق فيها، وانا بالتاكيد ما مو دقيق بها يعني ما ادري الدقه الكامله بهذه الفكره. فقلت هو كان متحيز للعلم الجديد، وايضا كان يفترض بان المجتمع متكون من افراد كما قلت اجتمعوا معا هؤلاء الافراد وكونوا مجتمع مترابط بصيغه من الصيغ، وهذا كما قلت هو غير صحيح. الانسان كما قلت ايضا هو كائن قطيعي حتى اكد الموضوع، وليس بكائن اجتماعي، وان الاصل فيه هو القطيعيه وليس الفرديه. الفرديه فيه مستقطبه سلفا للقطيع، وبالتالي لا يوجد انسان واحد، لا يمكن لا يطمح ان يكون لان يكون له مكانه جيد وسط القطيع. انا حتى نفسي من الناس، يعني الان عندما اقول هذا الشيء هو امامكم، يعني ما معنى فرديتي الان؟ انا عندما اقول قولي او انتم تستمعون لي الان، ما معنى هذا؟ معنى انا اشعر اني منتمي لكم، يعني ما اشعر اكو فرق بيني وبينكم، اشعر انه انا مرتبط بالاخر الانساني، انه بيننا شيء مشترك. ما هو هذا الشيء المشترك؟ اليس هو القطيعي؟ هو هاي الفكرة، يعني هذا أكبر دليل على أنه ما زلنا مرتبطين ببعضنا، لأنه أنا ليش أظل قاعد لوحدي ولا أسوي فيديو ولا أحكي مع أحد ولا ألتقي بناس ولا ما لي علاقة؟ فلماذا إذن إحنا مرتبطين؟ إحنا مو أفراد، إحنا نطمح أن نكون أفراد، لكننا لا نجد هاي الفردية إلا عبر الآخر، عبر القطيعية. الفرديه لا تتم لدينا الا عبر القطعيه وترتد بالعكس وهكذا. ربما بالمستقبل نكتفي بالفرديه ونطلق الجماعيه. كما قلت معنى انه انا عندما يعني انا ما اجد نفسي الا وسط القطيع، وايضا فرديتي لا توجد الا داخل القطيع، واي معنى لهذه الفرديه لا 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 يوجد معنى خارج هاي خارج هاي القطيعيه او الفرد، يعني ما معنى ان يكون فرد خارج المجتمع البشري، ما لها اي معنى. ما معنى انه انا افكر واعمل واتصرف واحلم واخطط وانا اشعر انني جزء من القطيع وانني بحاجه لان احسن فرص انتمائي لهذا القطيع. وهنا تبرز مشكلتين جوهريتين هي دائما شغل تاريخ الانسان، وانا اشوف انه راح اضبطها هاي المشكله، هي ان هل ان الولاء للنظام اللي يصير عليه القطيع، وهذا النظام غالبا يسمى دين مثلا او ايديولوجيا، هل ان هذا النظام غير قابل للجدل والنقاش ومن غير ممكن الخروج عليه باي صوره وشكل، ام ان هناك فرصة للتعبير عن رأي، عن الرأي واتخاذ القرارات والمواقف خارجة على المعايير السائدة أو الدين السائد أو الجماعة، تعبيرات مختلفة، هي كلها أنا أختصر كلمة الدين، الدين هو القطيع كما قلت. الصراع بين اتجاهين هو هذا الوقود اللي تشتعل به جميع اللي تشتعل وما زالت كانت تشتعل وما زالت تشتعل كل الخلافات البشرية القطيعية. وبهذه الصورة كان يكون المجتمع هو صورة الدين أو مظهر الدين، بما يكون الدين ماهيته أو جوهره الكامل، وهذا الجوهر هو الذي يسمى روحا تنتشر بنسب متفاوتة على جميع أفراد المجتمع. هنا يشعر كل فرد ليس بفرديته،
إنما بجماعيته كفرد. الفردية والهوية الفردية هنا تصبح قبس من الجمعي العام. الانتقال بين الحالين راح يصبح هو عامل محرك ومنشط لجميع أعضاء المجتمع. هذا النشاط المحموم هو اللي راح يكون الدافع لظهور معظم مظاهر الدين وخواصه المعروفة يعني سابقا وربما لاحقا. من هنا يمكن لنا فهم دوافع الأفراد ورغبتهم الشديدة بالإيمان بدينهم، أي رغبتهم الشديدة بالإيمان بخطيئيتهم لأنهم جزء من قطيع، وهذا هو القطيع هو اللي يحقق هويتهم. بدون هذه الهوية يعني يشعرون بالفراغ وانعدام القيمة والضياع. وفعلا هم يعني أي واحد يشعر بالضياع يصير شخص مطرود. ممكن أنه نفهم دوافع هؤلاء الأفراد بقطيئتهم فضلا عن دوافعهم لممارسة عدوانيتهم واستعدادهم لفعل أي شيء ضد كل من يحاول قطع طريق هذه الشهوة للإيمان وإثبات الولاء للجماعة والحرص على هذا الولاء وتأديته بأفضل طريقة ممكن. إثبات الولاء لا يتحقق طبعاً إلا عبر الطقوس المشتركة والتقاليد الصارمة وحتى الرياضات التنافسية المشتركة. يعني عندما نشوف الآن الجماهير اللي تتقاتل أحيانا في الملاعب الرياضية وتتحيز لهذا الفريق وذاك، هو هذا إحساس قطيع. يعني هذا عندما تشوف هاي الجموع الحاشدة أنت ما تشعر بهم أفراد، تنظرهم كمجاميع كقطعان بشرية لكن مجاميع هي كلمة أخرى لكن هي حركة قطيعية جماهيرية. فإحنا كتل هذا لا يعني هذا معناه هذا دليل على الكلام. إثبات الولاء كما قلت يتحقق عبر الطقوس المشتركة. كلمة الطقوس أيضا بها مشكلة، يعني مو مثل كلمة الدين. الطقوس هي ما هي الطقوس؟ الطقوس يعني كل طقوس هي لا، والقيام بفعل طقوسي هذا معناه الحقيقي. هنا المنظور يختلف. عندما تقول طقوس وبعض يقول انها من اركان الدين، لا مو هيك الحكي. يعني مو الطقوس وما معنى اركان الدين وما معنى الدين اصلا، ما معنى طقوس، وهناك تعقيدات بالموضوع. انا اشوف انه هاي الاراده او الرغبه باثبات الولاء هي اللي تقود الاطراف ايضا الافراد ايضا الى التطرف. هي اللي سبب التطرف الديني والتطرف الايديولوجي والتطرف الجماعات تطرف الإصابات تطرف، هي اللي تشكل كل هذه العمليات. هي هاي الرغبة أو الطبيعة القطعية داخل الإنسان وليس الفردية. الفردية هي كما قلت شيء مختلف. التعصب أيضا هي اللي تسبب التعصب هاي القطعية، وهي اللي تسبب أيضا انتشار روح المحافظة بين الجميع لأنهم يحاولون يكون على تكتلهم قطعي. فأنت أي واحد يطلع من الهيرت يعني يعني واضح يعني يضيع. أو سابقا عبر تاريخ البشرية و 300 ألف سنة يعني human sapiens أي شخص يطلع يعني هاي مع فناء تام بعدين أسرح أوضح الموضوع. فهو هذا الانتماء أو الإثبات الولاء ما أهميته، لأنه كل ما أثبتت ولائك وعدم تسامحك مع أي انتهاك للثوابت كلما زادت قيمتك داخل الجماعة. وهذا أيضا يفسر سر نجاح الحركات المتطرفة داخل الجماعات الدينية أو الجماعات أي عقيدة. لأن المؤمن الجيد هو جوهريا المؤمن المطيع أو هو المؤمن بقطيع وقيم القطيع أيا كانت تسمية هذا الإيمان القطيع. إيمان بالله مثلا، إيمان بالدين، إيمان بالعقيدة، إيمان بالمبادئ، إيمان قيم الماركسية حتى أحيانا وصل للشيوعية، أي إيمان بالعلمانية أيضا صارت مراحل. فهو أي إيمان هو هذا، كل ما زادت انتماء كل ما أنت شعرت بأنه أكو 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 طاقة داخلك للانتماء للقطيع أو للجماعة اشتغلت، يعني يخليك تشعر بالانسحاق داخل هاي الجماعة والانتماء للآخرين، وأيضا يمنح قيمة. ما معنى كلمة قيمة؟ هو هاي معنى قيمة إنه تشعر بوجودك مع الآخرين. هي معنى القيمة أو المعنى كما يقال إحساس بالمعنى هو إحساس بالقطيع بطريقة ما، لكن هاي راجلها تفكير شوية أعمق من هذا.
اذا كنت ممكن يكون ايمان بالوطن اي شيء، مو تتمسك بشيء. عندما ارجع نظريه التثبيت اقول بانه احنا بحاجه دائما نثبت نفس على موضوع ونتوحد على الله. فانا اي شيء نتمسك به بغض النظر عن ماهيه هذا الشيء وتفسيره وتعديلاته. فالاغلبيه يفسروا ما هذا الدين صحيح ولا غير صحيح، وهذا الدين غلط وهذا المبدا صحيح. لا، هو الفكره انه تتمسك بشيء كأشبه من يتمسك بلوح وسط البحر. فانت مو مهم اللوح شنو هو اللوح، ما تفكر بالله، المهم انت تمسكت بشيء ازاء الاخر. هو هذا هنا الفكره الاساسيه. لهذا السبب شوف الناس ينتمون الى اجيال مختلفه الى ما لا نهايه ولا ينتهي الموضوع. السؤال المهم الان للتدليل على صحه هذه النظريه، هل يمكن وجود مجتمع دون دين او رابطه تجمع افرادها؟ الجواب انا اعتقد واضح. فانا اشوف انه لا يمكن ان يلتقي بضعه افراد الا على شيء مشترك. اللقاء نفسه هو الدين، اما تجمعهم فهو ما يمثل الجماعه التي ستصبح لاحقا مجتمعا متنوعا. الدين هنا يسبق المجتمع، وفكره الدين قبلهما طبعا، لانه ما ممكن يصير دين اللي هو قلت هو اللقاء، هو يعني فكره اللقاء نفسه، فكرة التجمع. فهو طبعا الفكرة التجمع قبل التجمع، أي أن فكرة الدين قبل الدين، وبالتالي فكرة المجتمع بعد الدين. وهذا اللي صاير بالمجتمعات الحديثة المتطورة. الإنسان بالتالي هو حتى نوضح أكثر، يعني إذا ما رجعنا شوي للتاريخ البيولوجي، الإنسان نفسه أنا كإنسان كجسد بيولوجي أو فيزيولوجي عبارة عن قطيع من الخلايا. ولولا قطاعية هذه الخلايا لما وجدت أنا. يعني أنا ما ممكن أكون إنسان متكامل بالنتيجة إذا لم تكن الخلايا داخل جسدي اللي هي بالمليارات متوحدة فيما بينها، وكل خلية من أجلها يعني تتحالف مع الخلايا الأخرى وتضحي بنفسها من أجل الآخرين وتتنازل عن كثير من الأشياء حتى يتحقق هذا الكيان الذي هو أنا. فبالتالي هذه الخلايا كلها كما قلت تخلت عن كثير من في سبيل تحقيق كائن اسمه الإنسان أو اسم أي كائن حي. أي كائن حي يعني متعدد الخلايا. فهاي المتعددة الخلايا هي كلها كائنات ضحت بأنفسها بسبيل أن البقاء في كيان واحد مشترك وقابل للتكاثر لاحقا. ممكن مثلا يعني مليارات الخلايا، اكو خلايا بضعه خلايا فقط، مجموعه من الخلايا اللي هي تتكاثر، البقيه كلهم ينتهون. يعني انا جسدي كله خلايا راح تروح، بس اكو خلايا واحده الحياه من فقط راح تتناسل والبقيه يروحون. كل العمليه هاي كلهم دول يطلعون بنفسهم من اجل هذا. وهكذا اللي حتى وضحك هذا الانسان اللي هو انا الذي تكونت بسبب تضحيه مليارات الخلايا وتعاونها عبر مليارات السنين أو ملايين السنين لأن يتشكل كائن اسمه الإنسان أو أي كائن حي آخر أو أي جنس بشري جنس حيوي آخر. هذا حتى تشكل هذا أيضا إنسان، أنا اللي شكلت بعد ذلك أنا. هذا الإنسان راح يمارس الدور نفسه اللي مارست الخلايا بداخل جسمي. كيف؟ بأنه أنا مجبور أن أميل بطبعي إلى التحالف مع الآخرين. يعني أنا كبشر أتحالف مع جماعة البشر، وهكذا بقية الكائنات. يعني الكائنات الاجتماعية وكائنات قليلة الكائنات الاجتماعية، بقية يعني ما يعني لكنها عموما موجودة على العملية. والكائنات الاجتماعية هي اللي أكثر نجاحا من أي كائنات أخرى. يعني إذا شفنا نسبة النحل والحشرات والزنابير مثلا، نشوفها نسبة 60-70% من الكائنات، والنمل أيضا 60-70% من الحشرات، مع العلم أنه ملايين أنواع من الحشرات، لكن هذين ناجحات لأنه قدروا يتعاونون فيما بينهم ويضحون. بقت النحل والزنابير الذكور يقتلون أنفسهم أو يحمون، أو النحل كلهم ما يتكاثرون، بطلوا يتكاثرون أو تنازلوا عن هالمسألة، فقط للملكة ملكة النحل وظيفة التكاثر، والبقية كلهم يقاتلون يعني رجال النحل أو الذكور النحل يقفون على باب المستعمرات يدافعون عنها ويضحون بأنفسهم من سبيل المجموع. وهذا أيضا هو اللي صار. يعني إذا القطعية هي أساس، يعني أساس ما ممكن نغض النظر عنه.
صحيح ان كثير اشاروا لهذا الموضوع، لكنه اشاروا عليه بالمقلوب، انه دائما ينظر الانسان انه هو فرد وانخرط بالمجتمع. حتى عندما تشوف مثلا هوبس او عندما يتحدثون عن العقد الاجتماعي، يتحدثون يقول لك الافراد يجتمعون في وبينهم يسوون عقد اجتماعي. لا، يقول هو حتى عندما روسو وهوبس وايضا حتى سبينوزا والجماعه اللي ضلوا في العقد الاجتماعي، يقول لك لا، هم الناس مجاميع افراد اجتمعوا وصار عقد اجتماعي وصار نوع من الانسان، واختلفت الاراء بعد ذلك. راح اشرح عنها مفهوم الدوله ومفهوم المجتمع والعقد الاجتماعي بعدين لاحقا. ايضا عندي وجهه نظر اطبق عليها هذه الفرضيه. فكره الانسان المنفرد او هذا الانسان كما قلت هو بدوره ايضا بعد اللي يشكل من ملايين الخلايا ومليارات الخلايا التي ضحت من اجل ان تكون هذا الانسان. هذا الانسان نفسه يمارس الدور اللي تفعله الخلايا بين يميل التعارف الاخرين كما قلت، سواء بشر سواء كان بشر او حيوان، كل جنس بجنسه. فكره الانسان المنفرد بالتالي هي اللي اربكت قدراته على التحليل والتفكير وحل المشاكل. من هنا كانت فكره الله هذا الفرد المثالي المطلق الكامل الخير، هي بصراحه هي فكره مدمره في جوهرها. يعني هي اللي حرضت على ظهور افراد، هي فكره عظيمه طبعا لا شك، لكنها هي اللي حرضت على ظهور افراد متميزين ويحملون اسمائهم الخاصه وهوياتهم الواضحه. وهاي ظاهره ما كانت مسبوقه سابقا قبلها بالتاريخ البشري. اسماء البشر واسماء الاشخاص يعني بدات تتميز يعني قبل 2500 سنه، يعني قبلها مثلا ما نعرف من الكاتب من حين الجيجانت، ما نعرف يعني، بس اسماء ملوك وتذكر فقط بما مع الآلهة. لكن بعد ذلك 500 قبل ما بدأ يظهرون أنبياء، زرادش سوى زرادشتية اسم، بوذا بوذا اسم، يعني هو صحيح لقب بس اسمه ست هارتة ومهاب هارتة لكن اسم، يعني اسمه معروف، اسمه اسمه هو. ما كان هاي الإنسان يفكر بأنه هو ممكن أن يكون له اسم وله خصوصية وفردية. هاي من أتى بصغر فكرة الإله التوحيدي الفرد الصمد. شو الصمد؟ الصمد ما كنا نظير إلى يعني يونيك. هذه بدت ما كانت موجودة سابقا كما قلت، وكان هذا انتقال تطور صعب جدا، ما كانت انتقال سهل. وأنا أشوف أنه ما زال هذا الانتقال غير مفهوم حتى الآن. يعني هذه الفردية والجماعية اللي صارت، يعني بعد يعني بعدني بصراحة ما يعني فكرة جديدة بعدني ما مختمرة بقوة بداخلي، يعني أسوي لها تنظيم ولا أنظمها الفكرة أكثر من السابق. لكن أنا الآن أعرضها حتى بلكي أسمع آراء من عندكم وأطورها بالتعامل معاكم. يعني فأقول إنه هاي الانتقال هذا التطوري بوجود فكرة وابتكار فكرة الله الذي يشمل الجميع الواحد الأحد الذي لا نظير له، ما زالت غير مفهومة ولا حتى معقولة. الأديان التوحيدية المؤسساتية طبعا ظهرت لاحتواء هذا الإله المتفرد المنفرد وليس لإبراز حضوره، يعني عكس ما هو متوقع. والسبب أنه كانت تريد تقطيع أوصال الفردية. المسيحية فعلت هذا جيدا بأن شطرت هذا الإله إلى ثلاثة أقانيم أو ثلاثة وجوه، لكنه ادعوا بأنه واحدة. اليهودية ألغت اسمه، يعني قالت حرام حرام يكون باسمه، وضعوا اسم مقابل لاسم هاشم. لاحظوا هاشم نفس كلمة هاشم، قبيلة بن هاشم نفس الاسم بالضبط. بعدما يقولون يهوى لا يقولون له حرام، يقولون هاشم، هو مهشم يعني. على كل حال ما اشتقاق ما أعرف له علاقة ولا. اليهودية ألغت اسمه، وقلنا أيضا الإسلام ماذا فعل؟ جعله ساكتا إلى الأبد، والساكت هو الميت. تمام، عربية باللغة العربية الساكت هو الميت. يعني الإسلام قال له أرسلت لكم كتابي وخلاص، وطلعوه من الساحة نهائيا، وأصبح الآن هو يعني في عهدة رجال الدين، والله حتى ما له حضور بالحياة إلا اسم فقط، لكنه ما موجود، هو ساكت، يعني ماكو أي علامة على حياته، على علامة حضور وحياة لهذا الإله ما موجود. على كل حال فكل دين منهم أزل هذا الإله وطشره بالمعنى العراقي، طشره يعني مطشر يعني صار. وهذا ما كان يعني ما كان لابد أن يحدث هذا الشيء، يعني ما كان ممكن
أن يكون هناك عوائل وأفراد و... يعني ماكو مجتمعات، ماكو دولة، ماكو نظام، كل شيء راح يدمر يعني. وهذا ما كان يعني كما قلت هو مسألة مصيرية، السبب هو المؤمنين نفسهم، المفارقة الأخرى، أن السبب من فعل هذا والمؤمنين نفسهم، يعني هؤلاء المؤمنين متعطشين للقطيعية، ما يدري إيش بده يكون الجزء من القطيع، ما يعرف. يعني هذا اللي يستغرب الآن عندما أشوف الناس يعني يطلعون بالحشود ويمارسون أشياء مجنونة جنونية. يعني إحنا على أساس يعني الناس أنصاف المثقفين أو نبدأ نمسكين مطلعين أو يعني خارج السياق العام نشوف سلوك جنوني، ما نفهم شنو هذا اللي يصير. فكرة القطيعية هي صحيح، يعني مو فكرة القطيعية اللي يعني الفرد ينضم للقطيع وينغسل دماغه، لا، هو الإنسان يولد مغسول الدماغ من اللحظة الأولى، ولا بالتالي أتم جاهزين لأي قائد مرئي، قائد مرئي حقيقي يعني ملموس، يعني مو قائد بالمخيلة. ربما أتم يعجبون بالمخيلة، لكن دائما يكون شخص على الأرض موجود يعجبون بهم يسيرون خلفه، هؤلاء هم اللي الأساسيين. جاء ما الذي حدث العصر الحديث؟ جاء العصر الحديث وأعاد فكرة التوحيد أو الفرد الصمد هيبتها. فماذا حصل؟ ظهرت يعني يبدو أنه فكرة التوحيد ظهرت في غير أوانها، الوقت مبكر جدا، وما كان المجتمعات جاهزة لأن تستوعب فكرة التوحيد. يعني صحيح أنه بعض يقولون فكرة التوحيد لها علاقة بالديكتاتورية والطغيان، لكن الموضوع هذا مختلف. يعني أنا أتناول من وجهة نظر أخرى ومن زاوية مختلفة عن الزاوية، ربما ذيك أيضا وجهة نظر ممتازة بها أشياء، لكن أنا من زاوية أخرى أتحدث الآن. أنا أقول هو هاي الفكرة التوحيد اللي استعيدت الآن بالعصور الحديثة، اللي ركزت على فردية الإنسان وعلى وحدته وفرديته وصمديته، وعلى أنه إنسان يونيك خاص لا يشبه إنسان آخر ولديه خصوصيته. هذه القضية هي اللي أصبحت يعني أتاحت فرصة للإنسان لأول مرة بالتاريخ أن يضع مسافة بينه وبين القطيع، لكن هذه المسافة ما زالت قصيرة، لا يعني ما زلنا احنا في المراحل الأولى من انفصال الإنسان عن القطيع بشكل أو بآخر. هذا اللي ولد ردات بالضرورة، يعني خلينا نفهم ردات الفعل القطيعية اللي حدثت في القرن العشرين أو زمن الحداثة أو حداثة يعني زمن المعاصر، حداثة يعني مو الحداثة قبل 300 سنة، الحداثة الآن أقصد يعني ما بعد الحداثة كما تسمى بعض الأحيان. هذا أدى إلى وجود ردات فعل قطيعية. هذا يخلينا أيضا نفهم لماذا حدثت هذه ردات الفعل القطيعية، لماذا ظهرت الفاشية مثلا، لماذا ظهرت النازية، لماذا ظهرت الحركات الدينية المتطرفة سواء في أمريكا من الأصولية المسيحية أو في داعش. يعني داعش مو داعش بشقها الإسلامي منطقة الشرق، داعش دول الشباب اللي يطلعون في أوروبا، هؤلاء أنتم عطش لأن يكونون جزء من القطيع. يعني حتى بعضهم يعني أصول أوروبية مو أصول مسلمة، فهو يتعطش أن يدخل يرجع للقطيع، لأنه يعني أوروبا دمرته، خلته يعيش فرد ويواجه مشاكل خطيرة جدا، ما يقدر إنه أكو إنسان بعده هو ما مستعد نفسيا ولا جسديا ولا كيانيا أن يكون يونيك، يعني ما يقدر، مو سهل عليه. السؤال الآن، هل نستطيع أن نتخلص من قطيعيتنا؟ أنا أقول بغض النظر عن يعني جنون جنوني وشططي في هذه المحاضرة متعددة الطبقات والأفكار والتداخلات، أقول كلا. يعني أنا أشك بقدرتنا حاليا وحتى على مدى قريب على تجاوز قطيعيتنا، وهذا ما دمنا يعني ما نقدر، يعني ما نستطيع مثلا نستغني عن، مثل ما احنا ما نقدر نستطيع نستغني عن الهواء أو الطعام لكي نستطيع البقاء على قيد الحياة، فاحنا أيضا نفس الشيء ما نقدر نستغني عن قطيعيتنا، لأن العمليتين مشتركتين، يعني اثنينهم عمليات بيولوجية، كما أرى أنه في علاقة بين حاجتنا للطبيعة اللي هواء الطبيعة، حاجتنا لطعام الطبيعة هي نفس حاجتنا أن يكون جزء من القطيع، تحتاج أيضا الجماعة
أو الانتماء القطيع الذي ولدنا ونشأنا فيه. وأيضا نحتاج أبسط شيء، يعني ما زلنا نحتاج قبلة من حبيب، يعني مثيرة جنسية مثلا، وهذه ما يقدر نقاوم سحر ابتسامتها، ولو كان تاريخ البشر كله ثمن لهذه الابتسامة ممكن نضحك كل شيء من أجل هذه القبلة الوحيدة. وهذا دليل أكبر على ما أقول على الهيرت أو الفكرة القطعية. شكرا جزيلا، وأتمنى تكون هذه المحاضرة قدمت لكم شيء بأفكار جديدة ومختلفة. مع السلامة.